هل يجوز زيادة في الشروط على الزواج؟ مثل يا عبدا، هناك شرطان دائما يذكر في الزواج. شرط المرأة التي تقول أشترط أن لا يتزوج زوجي علي، وهذا الشرط إن أقر به الزوج ألزم به، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شرط الثاني اشترطوها علي أن لا يخرجها من دارها، أن لا يخرجها من بلدها، فإذا خرجها من بلدها فلها شرطها، والله أعلم.